ربنا يتمم بخير. الله يخليك. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا عمري. انتي مش متخيلة أنا مبسوط قد إيه. مش قد يا أيمن. أول حب في حياتي. هتصدقني لو أنا قلت لك إن ده أول حب في حياتي؟ وهبقى آخر حب خلاص. أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيك. ماما أول لما تعرف هتفرح قوي بينا. يلا نروح. على فين؟ على عيش الزوجية. عيش حبنا. أنت مستعجل كده ليه؟ مستعجل؟ ده أنا مستعجل خالص. أنا هتجوز على نفسي. يلا بينا. يلا. تعال. ياه. أنا ظهري ما طقطقش قوي كده من زمان. حبيبتي هو أنا ممكن أسألك سؤال صغير؟ اسأل يا حبيبي. هو أنت كنت بتلعبي جمباز قبل كده؟ بلعب إيه يا روحي؟ جمباز؟ آه. بص يا قلبي، وأنا صغيرة لعبت ألعاب كتير قوي. يعني لعبت حكشة، ترنجيلة، صلح. بس أكتر لعبة بقى كنت بحبها ليه؟ إن أنا أطلع شجرة الجميز أجيب جميز وأرجع جري بسرعة. 100 عقبة أصلها مليانة شجر جميز. أنا بصراحة مش عارف أشكرك إزاي، يعني جميل مش هنسوريك العمر كله بجد. لا شكر على واجب يا حبيبي، جميل إيه بس وفي بينا جمايل؟ بعدين أنت جوزي يعني يهمني راحتك. طب هو أنا بس ممكن أسألك سؤال تاني صغير، سؤال صغير قوي. اسأل يعني. هو أنت ليه كنت مصرة إن أنا آكل من بطرمان غذاء ملكات النحل 3 معالق؟ أصل بصراحة بقى الشمع كده بيقف في زوري وساعات يعني بيشد في أسناني وبيضايقني قوي. بقولك إيه؟ إيه يا حبيبتي؟ ممكن أنا أسألك سؤال؟ طبعا يا قلبي. هو يعني ما كانش ليك أي غراميات كده؟ يعني حاجة كده يمين، حاجة شمال، عطاية كده، عطاية كده، مفيش خالص؟ إزاي طبعا كان ليا؟ ده أنا ارتبطت وحبيت 3 مرات. بس بصراحة بقى المرتين الأولانيين هما سابوني. وأنا عشان بصراحة يعني عشان ما تعودتش أكذب، التالتة كمان سابتني. بس أنا كنت مصاحبهم من المهندسين، وأنا أصحابي قالوا لي ما تصاحبش من المهندسين، صاحب الدقي. حبيبي. والنبي انت اطيب راجل في الدنيا شفته في حياتي. ربنا يخليكي يا قلبي. فال احباب الله يا ناس. حبيبتي حبيبتي. انت اللي هقوم. حبيبتي بقى خلاص بقى. يا حبيبه قوم. اتكسب بقى يا قلبي. يا حبيبي. اتكسب بقى. قوم اعمل لي شاي. سكرك ايه يا قلبي؟ كتير تقيل. عينيا. ايه ده؟ انا جيت لك في وقت غير مناسب ولا ايه؟ ده هو ده الوقت المناسب. امال ايه الشورت ده؟ لا لا ده زي الرسمي بتاع المنزل. والنبي. تعالي بس تعالي. ماشي. بقولك ايه، هو جوزك عنده ايه؟ ما عندوش حاجه خالص. خالص؟ ميح خالص. ايه اللي رماك الرميه السوداء دي؟ ما انا كنت قدامك. حظي المنيل. كنت فاكره انه مريح له كده على قرشين حلوين وان الدنيا بقى هتزهزه معايا. طلع ما حلتوش حاجه ابدا، طلع عنده كل حاجه ابيض ابيض. بقى ذمتك كده، حد يروح الابيض ويسيب البني. ولاع ولاع. دايما فهمني كده، النبي مفرفشني. فين ولاع؟ مش عارفه بقى غالبا الحصان كلها. مش عارفه فين. بقول لك يا حميد، ما تتجوزني. اتجوزني على جوزي والنبي، انا موافقه. لا يا شوشو، انا ما اخش على دور ابدا. يا اختي. ايوه. بقول لك ايه، ما تلف لنا بقى سجاره عشان نحبس. جرى ايه يا حماده؟ نحبس ايه؟ احنا كنا بناكل مام. مام، ده احلى مام. ده لسه واكل بطه بحالها. امشي يا قليل ادب. انت بتبلبع ايه؟ يخرب بيتك، انت بتضرب برشام مع حشيش؟ يا دي النيل عليك يا شوشو. مش لازم نحتفل يا شوشو، ده لسه دلوقتي هطلع زيت شامبانيا من اللي بتفرقع دي واغرق لك الاوضه دي. على عيني. بس اعمل ايه؟ الموكوس في البيت عارف ان انا نازله قبل ناس قرايبي، ما ينفعش اتاخر. بقولك يا شوشو، ولو جوزك عارف انك بتجيلي هنا هيعمل ايه؟ هيجي معايا طبعا، اصله بيموت في الشامبانيا. لو جه هيقعد بقى ويقعد يحتفل معانا كده. ده طلع توتي خالص. خسرتك يا شوشو. حظي منيل. بقول لك ايه، ما تبوظناش دماغنا، انا عامله لك هديه كده. يا عيني. سيجاره جاهزه وملفوفه. مزاجك. خد بالك، انا بقيت بجيب لك هدايا اكتر ما ببيع لك، كده سمعتي تتضرب في السوق. ويا ست عشان نبقى خالصين. شريط البرشام. لا يا عيني، ماليش في الكيمياء. مالكيش في الكيمياء؟ إيه كله احياء بس؟ اعمل ليه تخصصي؟ يا مذاكره. كل يوم على كده حمادة، كل يوم منهم مشاكل ومن أمه مشاكل. أمه دي صلاة عاملة زي الحية، تلدع كده وتجري، عاملة زي ماري منيب بس على رفيع سيكة كده ورجليها مقوسة، شكلها غريب. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وأنا اللي فاكرة أني كنت هتنيل أرتاح، مش كنت اتجوزتني وخلصنا؟
مش انا بكلمك حمادة؟ حمادة انت سقطت يا حمادة، انت ايدك ساقعة كده ليه؟ يا نهار اسود حمادة، حمادة انت مت، حمادة طيب حمادة وانا ليه كل بحبهم بيمشوا؟ لو انت خلاص حبيتك كنت شخص اسمك يا حمادة، والنبي قوم قوم يا حمادة، قوم عشان خاطري قوم بقى. الو السلام عليكم، اكلم فرج لو سمحت. فرج درمغه مش موجود؟ طب هيجي امتى؟ ده انا بقالي كام يوم بسال عليه. لا بتزعق ليه؟ ايه؟ ايه؟ طب بقول لك ايه بقى؟ لما نيجي اقول له الو الو. ويا ولاد الكلاب يا شله نصابين، انا هوريكم كل واحده فيكم بقى تشوف شغلها. ما تعصبونيش، انا مش فاهمه ايه الدلع ده. 100 مره اقول نفس الملحوظه. بقول لك ايه منك ليها، اللي مش هتشوف شغلها عدل خلاص تاخد بعضها وتتفضل تتوكل على الله وتشوف لها مكان تاني تشتغل فيه. مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا نادية. اسمعي انتي، اللبس اللي في الفاترينا ده شيليه وحطي لي مكانه الشتوي، واذا كان مش عاجبك يا حبيبتي تاخدي بعضك وتمشي تشوفي لك مكان تاني تشتغل فيه. مفهوم؟ ناس ما بتجيش غير بالسك. واللي جاي يقولك سوري؟ نعم. طب قولي مساء الخير الاول. مساء النور بيبي. عم سوري، انا كنت شارب وسكران وبعمل حاجات غريبه ومش فاكر اي حاجه خالص من اللي انا عملتها. وبعدين ما تحاسبنيش وانا سكران، اكيد مش فاكر اي حاجه. تقدري تحاسبيني دلوقتي اهو، انا دلوقتي قدامك فايق، حاسبيني براحتك. وحاسبك ليه؟ هو انا بيني وبينك حاجه عشان احاسبك لما اخذك؟ طب اقول لك على حاجه، فاشن شو بتاعنا مكسر الدنيا، كل الماجازينز بتاعت الموضه واكبر مجله موضه بتاعت فاشن بتتكلم علينا.